أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الميزان الثلاث 22 يونيو حزيران 2021. توقعات برج الميزان عاطفيا المرتبط بشكل عام، يجب أن تعتاد على الغفران في علاقاتك العاطفية، فإن هذا سيحل الكثير من المشاكل المستقبلية. الأعزب، لا تسمع للآخرين، فالمحيطين بك لن يكونوا قادرين على الحكم على شريك حياتك، لذلك لا تطلب حكمك من حياتك على حياتك العاطفية، واستمع لقلبك وحافظ على احترامك لشخص الذي تحبه. مهنيا، احرص على أن تحافظ على هدوءك وتعالج مشاكلك. عليك أن تعرف أن ما ترغب في تحقيقه على مستوى عملك يتطلب منك بذل الكثير من الجهد، وهو ما يجب أن تقوم به خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضروري أن تضع لنفسك خطة مستقبلية. صحيا، اختار ما يناسبك من الاقتراحات المطروحة أمامك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي. توقعات برج الميزان للرجل، بغض النظر عن أي شيء يمكن أن يشغل تفكيرك اليوم، يجب أن تضع في حساباتك أنك ستكون شخصا مختلفا في الأيام القادمة، فإن هناك العديد من التغيرات التي ستشمل بعض الصفات في شخصيتك وبعض مما تقوم به بشكل يومي. توقعات برج الميزان للمرأة، ضعي هدفك نصب عينيك. ابدأي بالتخطيط لأي شيء تريدين تحقيقه حتى ولو كانت إجازة قصيرة، فهذه المشاريع والأهداف ستعطيك الدافع للاستمرار وطرد الملل من حياتك. أنت حساسة جدا، قد تتعرضين لمضايقات من بعض الأشخاص اليوم، أفضل شيء تفعلينه هو تجاهلهم تماما. قبل أن تفكري في خوض تجربة الحب، عيشي مرحلتك العمرية أولا. مؤشرات برج الميزان ليوم الثلاث: الطاقة 100%، العاطفة 100%، النجاح 75%، الصحة 90%. أرقام الحظ لبرج الميزان ليوم الثلاث: 6 95 63 31. توافق برج الميزان يوم الثلاث في الحب مع برج الأسد، في الصداقة مع برج الدلو، في العمل مع برج الثور.